ما مدى صحة الحديث الذي يقول من غسل مسلما فستر عيوبه أو عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه؟ وهل يجب دعاء الاستفتاح عند الصلاة على الميت أم لا؟ ما أعرف الأصل. هذا الحديث من غسل مسلما ستر عيوبه فر الله، لا ما نعرف الأصل. ولكن يستحب الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساويهم. الغاسل يستحب له ويستر على الناس، ينظر المحاسن ويستر المساوي، هذا هو الذي نص عليه العلم. وجاء في بعض الاحاديث الضعيفه السنه ان الغاسل يستر اذا راى شيئا يعني يزعجه ولا يبين، لان هذا نوع من الغيبه. ولكن اذا راى نورا وراى محاسن بين ذلك.